ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها وتفيدنا في أمور ديننا جزاكم الله خيرا؟ الكتب التي ينصح بقراءتها وتفيد في أمور الدين كثيرة ولله الحمد، وعلى رأسها وأولها كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا أمر بتلاوته وتدبره والتفقه في معانيه، لأنه كتاب رب العالمين. قد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله تقريراته عليه الصلاة والسلام، فيها الهدى والنور، وهي تفسير للقرآن، توضيح للقرآن. وكذلك كتب سلف هذه الأمة وأئمتها الذين استنبطوا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور العقائد وأمور الفقه ما به الخير لهذه الأمة. ومن ذلك كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وابن رجب وغيرهم من أئمة الإسلام، كتب شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة، كلها كتب خير وكلها كتب هداية. وكذلك كتب الفقه من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة، خصوصا المختصرات منها، يعني يتعلم الإنسان من فقه دينه ما يسير فيه على نهج سليم. هذه كلها كتب مفيدة وجيدة، وكلها تدل المسلم على طريق الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.